لماذا هذا الصمت من قبل تونس؟ ليس صمت لكن يعني ليس بمثل التدخل المصري المفضوح. تونس والجزائر والمغرب مع أنهم يرتبطون بليبيا باتحاد المغرب العربي ويعني لغيرها من الارتباطات يعني الاجتماعية والسياسية. نعم أعتقد أنه خطأ استراتيجي وخطأ تاريخي جدا. يعني مصر لم تتوانى أن تتدخل كما شاءت إعلاميا وسياسيا وقتاليا وتهريب أسلحة يعني واخذ راحتها بصراحة. نعم. لكن الطرف الثاني كما ذكرت سلبي جدا. نعم. ويبدو لي أن هناك شيئا ما في مجلس الأمن يعني يتغاضى عن ما تفعله مصر، يتغاضى. طبعا الحكومة المصرية نحن لا نتحدث عن شيء، عميلة جدا لأي أجنبي ولأي كذا، بدليل سلمان أو لمس يستقبل فيه يعني قاتل وما إليه ومش عارف. فكيف يعني ننتظر خير من هذا الرجل؟ لكن يبدو أن هناك تغاضي، غض بصر عما تفعله مصر في ليبيا حتى الآن من قبل ما يسمى بالمجتمع الدولي. هذا لكن هل المجتمع الدولي أيضا أمر تونس والجزائر والمغرب بأن تظل صامتة أمام التدخل المصري؟ هو أكثرهم تحرك الجزائر أو مناكفة أو مصادمة لمصر هي الجزائر. تونس لا نتحدث عن الشعب التونسي كما ذكر ضيفك الكريم، نحن كلنا شعوب نعاني نفسنا من القمع والاستبداد. حكومة هناك قوة سياسية تونسية مع الشعب الليبي، لكن حكومات كيف الحكومة الحالية أينما تميل المصلحة ما عندهاش مشكلة تميل، لأن أي رئيس دولة حقيقة مهما كان في الشرق في الغرب في الجنوب، أي رئيس دولة يتحدث خطابة على ليبيا أن ليبيا هي التي سبب زعزع الدول الجوار، هذا إنسان خرج عن نطاق الواقع والحقيقة ولا يتحدث إلا عن مصالحه، ويريد أن يستخدم الزعزع الأمنية في ليبيا لتحقيق مصلحة وطنه مهما كان هذا الوطن، لأن ليبيا مرة أخرى هي الضحية. حتى من هذه الحلقة نستنتجها، يعني حتى لو نعرفها من السابق، العدالة والمساواة جتنا من الخارج، مش عارف من النيجر دخلوا ناس، الهجرة غير الشرعية تأتينا من الخارج. كل شيء نحن ضحية ولسنا يعني الذي يخاطب ليبيا كجلاد. إذن دول الجوار هي سبب زعزعة الاستقرار في ليبيا وليس العكس. الدول المغرب العربي عليها أن تتحرك على الشعوب. حقيقة أنا لا أستطيع أن أقول كلمة خير في رئيس أساء لشعبه، سواء المغرب أو الجزائر أو تونس أو مصر ولا لا. أنا مع الشعوب، مع القوة السياسية الوطنية الجيدة التي تدعم. يعني الجزائر موقفها هو جدا تاريخيا رائع، تظل نقطة واحدة عدم تدخلها عمليا إعلاميا أو ماليا. التركيا موقفها رائع ضد تدخل القتال والعسكر، لكن نحتاج منها أيضا إلى خطوة أقوى عملية. ودول كثيرة جدا ترى فعلا تبحث عن استقرار ليبيا ولها مصالح مش على عيوننا، لكنها على الأقل لم تتدخل بالقتال والدم والطائرات وما إيه. هناك مرة أخرى تغاضي من مجلس الأمن على تصرفات بعض الدول منها مصر وفرنسا وتشاد، حقيقة سبب زعزعة الاستقرار في ليبيا، وبعثة الأمم المتحدة ومجلس الأمن متغاضي عن هذا، وبالتالي متشجعين ومشين ومستمرين في غيهم ضد المواطن الليبي. تعريجة سريعة على الملف الليبي. الملف الليبي، الأخ اللي من تونس ذكر أن الملف الليبي لماذا يمشي المغرب كان يذهب أن يذهب إلى تونس. الملف الليبي يجب أن يعود إلى ليبيا، يجب أن يعود إلينا بين أيدينا. لابد أن نضع خارطة طريق ليبية. نحن عارفين مشاكلنا وعارفين مآسينا وعارفين آلامنا وعارفين يعني أهل ليبيا أدرى بشعابها، فالملف الليبي يجب أن يعود إلى ليبيا.